أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل عضو مجلس إدارة معهد الإدارة العامة أهمية توحيد الجهود ما بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بدعم الخطط والمبادرات الوطنية الداعمة للشباب الرامية إلى تطويرهم مهنيا ورفع تنافسيتهم لسوق العمل. جاء ذلك خلال حفل ختام النسخة الأولى من برنامج خبرات الذي نظمه معهد الإدارة العامة بالتعاون مع عدد من شركائه. وأوضح سعادة الوزير أن برنامج خبرات المستهدف لفئة الشباب البحريني الباحث عن عمل والخبرة يأتي تجسيدا لمبدأ التنافسية، كونها من المبادئ التي يرتكز عليها برنامج الحكومة 2023-2026، والذي يأتي أيضا بالتوازي مع مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030. من جانبها أوضحت سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج الخليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن برنامج خبرات يعد أحد المبادرات المواكبة للتطلعات الوطنية التنموية الرامية إلى تطوير وتمكين الشباب البحريني مما يجعله الخيار الأول في سوق العمل، مضيفة أن المعهد استطاع من خلال البرنامج أن يزود منتسبيه من الكوادر الوطنية الشابة بفضل الخبرات العلمية والتطبيقية والشهادات الاحترافية. حقيقة سعداء اليوم بأن نحضر مع الأخوات والأخوة الذين التحقوا بهذا البرنامج وأكملوه بنجاح، ونشكر معهد الإدارة على هذه المبادرة وعلى سعيه الدائم لدعم مسارات التدريب في مملكة البحرين سواء كان في القطاع الخاص أو القطاع العام، وتهيئة الكوادر وتهيئة الشباب لتولي المزيد من المسؤوليات والمزيد من المهام الوظيفية العليا. شهدنا اليوم حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج خبرات، واللي جاء من إعداد معهد الإدارة العامة بالتعاون مع وزارة العمل جافكون وهوب تالنت. من أهم أهداف هذه البرنامج جعل المواطن البحريني الاختيار الأول في سوق العمل، وبعد النجاح الكبير اللي حققه إن شاء الله بنقوم بإطلاق الدفعات القادمة ونشجع الباحثين عن العمل بالالتحاق بهذه البرامج. برامج خبرات يعطي نقلة نوعية بالنسبة لمشاركة القطاع العام مع القطاع الخاص في تدريب الشباب وتمكينهم في دخول معترك القطاع الخاص وفي العمل وتدريبهم ليتواكبون مع احتياجات سوق العمل. وما شاء الله اليوم هذه الفوج الأول بالنسبة للتدريبات والبرامج مع القطاع الخاص، وهذا التعاون راح يعطي نقلة نوعية من ناحية نوعية العمل والإنتاجية، وإحنا نتمنى نشجع تحتنا مع شباب البحرين والإخوان على أساس كغرفة مع القطاع العام وزارة العمل نعمل برنامج كيفية مواكبة المهن وصقل خبرات الشباب. كانت هاي تجربة فريدة من نوعها في مملكة البحرين، قدرت أن هي تسقل مهاراتنا من ناحية النظرية ومن ناحية العملية، بحيث أن هي قدرت أن هي تهيئنا حق بيئة العمل. كان لنا الشرف أن احنا كنا الدفعة الأولى، وأتمنى أن هاي البرنامج يكون فيه استمرارية لحق الشباب بما يخدم الشباب في المستقبل في مملكة البحرين. للأمانة استفدت من البرنامج من كل نواحي المهنية والعملية والنظرية بكل ما تحتويه، تعرفنا على سوق العمل ومتطلباته، وكبنا بيئة العمل وتدربنا عليها، خذينا فكرة عامة شلون بيئة العمل مع الضغوطات والأمور هذه كلها.